صباح الخير، اهلا بكل الناس اللي بتشوفني على تيكو تيوب. معاكم طارق ابراهيم في فيديو جديد النهارده. انا يعني كنت تعبان شويه يعني من كام يوم، رحت المستشفى وكده. المهم، فاللي بيحصل لما انت بتتعب بيبداوا اول ما بتروح المستشفى اول حاجه بيسالوك على معاك ميديكيت او لا. ميديكيت ده اللي هو معاك الانشورنس، او يعني معاك انشورنس على حساب الدولة او الانشورنس الشخصي بتاعك، تمام؟ واللي هو التأمين، يعني انشورنس اللي هو التأمين. التأمين عندنا هنا في امريكا التأمين نوعين، في تأمين لاما انت بتبقى الشركة اللي انت فيها مؤمن عليك وبياخدوا جزء من المرتب بتاعك شهريا للتأمين، او انت ما معكش فبتضطر تروح تقدم على حاجة اسمها الميديكيت. دي الحكومة اللي بتدفع لك يعني، وانت بيبقى مؤمن عليك، ودي لازم بتاخد اجراءات عشان تقدم فيها، ويبداوا يبحثوا عن الحاله بتاعتك ويشوفوا انت مؤهل ان انت تاخد ميديكيت ولا لا، تمام؟ ده نوعين اللي هو التامين الصحي. غير كده بقى لو انت تعبان، يعني مثلا واحد هيقول لي طيب ما بالنسبه ما دام الادويه والعلاج والمستشفيات غاليه الواحد يعمل ايه؟ لا يعني هنا الفرق ان انت لو رحت على المستشفى مرحلة السؤال على الانشورنس دي بتبقى بعد ما تكون دخلت وكشفت. بتلاقي واحدة كده تدخل دي تبع البيلينج ديبارتمنت، بتقوم داخلالك وتبدأ تتكلم معاك، تاخد البيانات بتاعتك، تسألك معاك انشورنس ولا لا. ما معكش فبتقول لك طيب بنعمل لك حاجة اسمها شيرتي كير، دي يعني الدولة بتدفع لك، وبيبدأوا يبعتوا لك الفواتير والدولة بتدفع عنك لأنك انت غير قادر على ان انت تدفع المصاريف. ده بالنسبة للتأمين. طبعا التأمين هتكلم عنه في حلقة مفصلة اكتر، بس انا حلقة النهاردة انا كنت حابب اتكلم عن الفارماسيز او الصيدليات. احنا عندنا الصيدليات بتبقى ممكن تلاقي فارماسي نفسها او تلاقيها في محلات، وبتبقى موجودة في ثلاث محلات: رايت ايد، وول جرينز، وول مارت او شوب رايت. انا دلوقتي جنب الشغل هنا جنبي في محل اسمه شوب رايت، ده محل زي سوبر ماركت كبير وبيبقى فيه فارماسي فيه برضه، تمام؟ فانا اللي حاصل دلوقتي انا واخد معايا دي بيبقى اسمها بريسكريبشن، دي اللي هي الروجيتا. فاروح دلوقتي عشان اخليهم يجهزوا لي العلاج بتاعي. وفي نفس الوقت انا كنت كان في واحد صاحبي كان محتاج شويه فيتامينات من هنا، فقلت بالمره وانا داخل اصور لكم العلاجات فيه، لان في نوعين من العلاج، في علاج لازم ببريسكريبشن زي ما انتم شفتوا، وحاجه تانية اسمها اوفر ذا شيلف، ده اللي هو انت بتقوم داخل جوه تاخده بنفسك كده، تخش تجيبه بايدك بس. فاللي انا داخل اجيبه ده ببريسكريبشن، فلازم اخش لهم جوه ويبداوا هم يحضروها لي، تمام؟ هخش اوريكم في نفس الوقت برضو الحاجات اللي اوفر شيلف عشان تتفرجوا عليه. بصوا الجو عامل ازاي، هنروح دلوقتي المحل، خليكم معانا. وصلنا كده عند المحل يا جدعان، ده اسمه شوب رايت. ندخل المحل، ندخل دلوقتي المحل ونشوف هيحصل ايه. ولسه مكملين معاكم. طبعا دخلنا المحل هنا فدي اسمها الحاجات الاوفر ذا شيلف زي ما انتم شايفين. هنيجي هنا مثلا ندير حاجات بتاعه المعده، دي مثلا عندكم حاجات بتاعه قطره العين، يعني عينك توجعك وتيجي على هنا على طول. يحط لك برضو حاجات بتاع الصداع والكلام ده. بقى قسم البروتينات كلها، يعني دي مثلا فيتامين دي، كالسيوم، دي الحاجات اللي هي بتاع العظم. كل دي انواع فيتامينات مختلفة، واسعارها برضو بتختلف من كل محل للتاني. دي حاجات مثلا للضوافر، للتجميل، الحاجات ده كله. دي بتاعت هشاشة العظام. عندكم جميع الانواع، جميع البراند برضو، كل الفيتامينز.
تمام، كل دول من غير ما يعني ما تحتاجش ليهم روجيتا او بريسكريبشن. تيجي هنا بقى الجزء اللي انا بحبه بقى، ده كل انواع البروتين بار. بصوا البروتين بار، بروتين شيك، كل دول موجودين هنا، كل انواع البروتين شيك باسعار مختلفه. بروتين بارز، بروتين شيكس. بس انا دخلت لهم الدواء وقالوا لي هياخد في حدود من 20 ل 30 دقيقه، فانا سبته بقى وقلت ايه ارجع اقعد شويه هنا وبعدين ابقى انزل لهم تاني بقى، هبقى اطلع الشغل وانزل لهم كمان نص ساعه ولا ساعه. بس زي ما انتم شفتوا دي انواع الادويه اللي بتبقى على الشلف، يعني حاجات الصداع، حاجات البرد، حاجات القطره بتاع العينين بتاع الودان، حاجات الرشح، الوجع الزور، معجون الاسنان بانواعه، والحاجات المهمه بتاع الاسنان. في برضو حاجات اللي هي المخدره بتاعت البنج، بتاع البنج الموضعي بتاع الاسنان، وجع الرجلين، بودره الرجلين، كل الكلام ده كله بيبقى موجود في اي فارماسي بتشوفوها او بتخشوها. بس طبعا الحاجات اللي هي فيها بريسكريبشن او فيها روجيتا يعني لازم تضطر تستنى، او لو هي جاهزه او بتتصل قبلها تقول لهم يجهزوها لك. عاوز بس اكمل حاجه بس عشان قلتها في اول الفيديو، انت لما بتدخل المستشفى على حسب حالتك، يعني انت بقى في الم جامد، يعني انت لو داخل يعني تعبان وبترجع والكلام ده كله، على طول هم يا دوب بس بيعملوا لازم بسرعه بسرعه، مش لازم ياخدوا بيانات قوي عشان يدخلوك ويلحقوا الحاله. غير كده بيقعدوا يتكلموا معاك شويه، يسالوك مثلا انت اسمك ايه، ياخدوا مثلا بياناتك انت على حسب بقى. ممكن تقول لهم انا نسيت الاي دي بتاعي، تقول لهم السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك، وكله كله على الكمبيوتر موجود. بس اللي انا الفكره انا عاوز اقولها ان انت بتخش بتتعالج وبيحصل معاك اللازم، وبعد كده بعدين بقى الكلام في موضوع الفلوس بتبقى بعدين. يعني اهم حاجه ان هم يعملوا معاك اللازم، لو انت محتاج نقل دم الكلام ده كله مفيش، ما بتدفعش فلوس، مش لازم حد يجي يتبرع الدم لحد تاني عشان انت تاخد دم قصاده والكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. الرعاية الطبية كويسة برضو في مستشفيات بتختلف عن الاخرى. بس زي ما انا قلت لكم كده، يعني انتم ما تقلقوش ان شاء الله، اي مهاجر جديد جاي ما يقلقش من موضوع المستشفيات. هي غالية جدا طبعا، الموضوع غالي 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 غالي. يعني انا مثلا دخلت الحاله اللي انا رحتها كان عندي ابدومينال بين، يعني وجع في المعده هنا، ما كنتش قادر اتنفس وعمال ارجع والكلام ده كله. رحت يعني الانشورنس دفع لي وكل حاجه، بس البيل جاي ب 1500 عشان انت بتدخل من الطوارئ. الطوارئ يعني بياخدوا فلوس كتير على دخولك يعني، فموضوع العلاج فعلا يعني غالي، فموضوع التامين الصحي مهم جدا. بس فانا زي ما قلت لكم كده، هنا كل حاجه بتدفعها بتاخد قصادها خدمه، هي ده الفرق. يعني انت بتدفع تامين صحي، لو تعبت بتروح بتبقى متامن عليك بتروح، لو انت بتدفع ضرائب بتاخد الضرائب في التنظيف في الشوارع، ان الشوارع تبقى نظيفه الكلام ده كله. طبعا اخر حاجه قبل ما انهي الفيديو، زي ما وعدتكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، هتبقى فيديوهات منظمه وشغل مونتاج احسن عشان الناس تستفاد. بحب اشكر متابعتكم، وبشكر الناس كلها اللي دعت لابويا وقالت لي الف سلامه وشكرا على سؤالهم، وربنا يشفي الجميع. ما تنسوش يا جدعان سبسكرايب وفعل الجرس لو ما فعلتوش عشان الفيديوهات الجايه تعرف تشوفها. طبعا من كام يوم كان الجو عالمي جدا جدا، اخر حاجه بس يعني الجو كان عالمي، كان صيف جميل قوي ورائع. دلوقتي رجعنا الساعه تاني، شايفين طبعا وشي احمر اهو كله، وادي البحيره بدات ترجع تتجمد تاني، وزي ما انتم شايفين هنا كان في مطره تحت اهو، شايفين الجو كان مطره كله، الارض متغرقه. بس اهو هنعمل ايه بقى، هو كل يوم من ده، يوم ساقع او يوم حر الكلام ده. طبعا يا جدعان اللي ما يعرفونيش، انا اسمي طارق ابراهيم من نيو جيرسي، بنتكلم عن نيو جيرسي او نيويورك عشان ما حدش يجا كونفيوز او حد يتلخبط احنا بنعمل ايه. بس كده، يلا اشوفكم على خير.